ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ النهارده هنحكي لكم الحلقه الثامنه. ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وتقولوا لنا رايكم ايه. ان شاء الله تعجب. في اليوم اللي بعده في قصر بدر، كاميليا دخلت الاوضه على بدر. صباح الخير يا بابي. صباح النور يا حبيبه بابي. هي روكا جاية النهاردة؟ مش عارف جاي النهارده ولا لا، هي ممكن تيجي النهاردة؟ مش عارف يا حبيبة بابي، بس ممكن نكلمها واحنا في العربية نشوفها هتيجي ولا لأ. اتفقنا؟ اتفقنا. طب يلا يا حبيبة بابا ننزل نفطر ماشي، يلا في بيت رؤية. رؤية، يلا اصحي عشان تفطري. لا مش هقدر افطر، انا عايزة انام. يا بنتي يلا اصحي افطري معانا، ابوكي هو اللي قال لي اصحيكي. رؤية صحيت من النوم، يعني اول ما قلت ابوكي صحيتي على طول؟ عادي يا ماما والله. طيب يا اختي يلا اصحي بسرعه، ابوكي مش راضي يفطر من غيرك. حاضر، هغسل وشي واقوم على طول. ماشي بسرعه. حاضر. غسلت وشها وراحت تفطر معاهم. صباح الخير يا بابا. صباح النور يا حبيبتي، يلا تعالي افطري معانا. حاضر. من الصبح كنت بصحي فيها، اول ما قلت لها ابوكي عايزك صحيت على طول. دي حبيبة ابوها. حبيبي يا بابا. صحي يا رؤية، انت بتروحي الكلية؟ لا يا بابا. لا لا ليه؟ اصل الست اللي بتشتغل عندها قالت لها روحي على الامتحانات. صح الكلام ده يا رؤية؟ صح يا بابا. أنا مش عايز أضغط عليكي في موضوع الشغل ده، وسكت. قلت هي حرة طالما عارفة الصح من الغلط، لكن لو الشغل ده هيجي على دراستك يبقى بلاها أحسن. أيوة قولها عشان أنا تعبت معاها. يا بابا والله الشغل مش هيأثر على دراستي في حاجة. طيب يا رؤية براحتك. والله يا بابا ما تقلقش عليا ولا على دراستي، كل حاجة تمام زي ما تحبي، أهم حاجة تكوني مرتاح. طب يلا كفاية كلام مفطر. في قصر بدر. خلصت فطارك يا حبيبتي ولا لأ؟ اه يا بابي خلصت. طب يلا يا حبيبتي أوصلك الحضانة عشان نروح الشركة. حاضر، بس يلا لبسني الشنطة دي. حاضر. خلصت افطار يا ابني. ايوه يا ده خلصت. كنت عايزه اقول لك حاجه، اتفضل يا ابني. ممكن تطلعي تجهزي اوضه من الجناح بتاعي لرؤية وتحطي الهدوم بتاعتها فيها. حاضر يا ابني. عينيا. تسلم عينيك يا ده، عن اذنك احنا هنمشي. اتفضل يا ابني. في عربية بدر. يلا يا بابي اتصل على روكا. يلا. حاضر اتصل، بس في مشكلة، ايه هي؟ مش معايا رقم. يعني مش هتتصل عليا؟ ايوه انا مش معايا رقم. يعني خلاص مش هتتصل عليا؟ خلاص يا كوكي، انت زعلتي ولا ايه؟ ايوه زعلت يا بابي. حبيبة بابي لا ما تزعليش، انا معايا رقمها بس هعرف اجيب. ازاي؟ هتصل على الله وهي نجيب. طب يلا اتصل بسرعة. بدري بيرن على نو. الو. ايوه يا بدري بيه. نو لو سمحتي شوفي رقم رعاية مربية كاميليا في البيانات عندك موجود ولا لا. حاضر ثواني يا فندم. اتفضلي. ايوه يا فندم رقمها موجود. طب معلش قولهولي بسرعة. حاضر يا فندم. بعد ما قالت له الرقم. شكرا يا نهى، معلش تعبتك معايا. لا ولا يهم حضرتك يا بدر بيه. سلام. سلام. بدر قفل مع نهى. جبت رقمها يا كوكي.
طب يلا اتصل عليها. حاضر. في بيت رؤية. منال بصوت عالي، يا رؤية انت يا بنت. طلعت رؤية من المطبخ. ايوه يا ماما. كنت فين يا اختي كل ده بمدح عليكي من الصبح؟ ماشي يا ماما، كنت بغسل المواعين. طب روحي شوفي تليفونك اللي مش مبطل زن ده، هو فين اصلا؟ قاعد على السفرة، روحي شوفي مين اللي بيرن ده. رؤية بتمسح ايدها من المية في هدومها. حاضر هروح اشوف مين. راحت واخدت تليفون، لقيت رقم غريب. باستغراب، الو الو يا رأي بنت، انت عرفت رقمي ازاي؟ من بياناتك في الشركة بتاعتي. اه صح نسيت، في حد مهم عايز يكلمك. خدي حوالي. رؤية انتي وحشتيني اوي. وانتي كمان يا كوكي، مش كنت انا مش ناسياكي على طول. انا كمان مكنتش بعرف انام عشان مفيش حدوته. خلاص يا كوكي هجيلك واحكيلك، هحكيلك حوادث كتير قبل ما تنام. انا مستنياك يا خاطي، بابي معاك يا هو. ايوه يا رؤي، اخبارك ايه؟ انا الحمد لله، وانت؟ الحمد لله كويس. هتيجي امتى ان شاء الله؟ النهارده ان شاء الله. توصلي بالسلام. الله يسلم. تعرفي انك وحشتينا. شكرا، حتى انتوا كمان وحشتوني. خلاص نستناكي على العشاء النهارده. تمام زي ما تحب يا بت. طب سلام دلوقتي. ماشي سلام. بدر قفل مع رؤية وكاميليا بتبص عليه ومبتسم. بتبصيلي كده ليه يا كوكي؟ لا عادي، اصل اول ما رؤية جت على البيت وانت بقيت تضحك على طول. وانتي مركزة معايا ليه؟ لا عادي يا بابي. يلا يا حبيبي بابي احنا وصلنا، انزلي روحي الحضانة. يلا عشان الشرك. يلا سلام يا بابي. سلام يا حبيبة بابي. والله وحشتينا يا رؤية، وانتي اكتر يا دادا. كنت بعمل كل حاجة بنفسي واقول فينك يا رؤية، وانا جيت اهو يا دادا هعمل معاك. يلا نحضر العشاء لبدر بيه. واضح انك عرفتي ميعاد رجوع بدر بيه. لا ده انا عرفت كل المواعيد، الفطار والعشاء والغدا. بدر بيه بيتغدى في الشركة إلا إذا كان واخد أجازة. لا شاطرة، عرفتي كل حاجة. أكلتي الشوكولاتة يا روكا؟ أيوة يروح قلبي روكا. انتي أنا أكلتها كلها أصلا. مساء الخير. مساء النور يا ابني. مساء النور يا بدر بيه. الحمد لله على السلامة يا رأي. الله يسلم. حضري الأكل بسرعة يا دادا، أصلي هموت من الجوع أصلا. هنيا ليك يا ابني حالا، والأكل يكون موجود عندك. رؤية بتأكل كاميليا وبدر مبتسم ليهم. تعرفي إن القصر كان فاضي من غيرك وانتي وحشتينا؟ حتى انا كل حاجه في القصر كانت وحشاني، دادي سعاد وكاميليا والقصر نفسه وحش. طب وصاحب القصر ما وحشكيش؟ لا انا مش قصدي. خلاص ايه ده وشك احمر كده ليه؟ رؤيه. نعم يا حبيبتي. ممكن اطلب منك طلب بس تقولي الاول هتوافقي ولا لا؟ يا خبر، اكيد هوافق يا كوكي. اطلبي اللي انتي عاوزاه. اكلي بابي. إيه